أنا صالح خضير بدر، كنت أحب بنية اسمها فاتن، وعندي كنت أشتغل طباخ. طبعا توعد الناس أكو فد قلبة درامية بالنهاية، أكو شيء يعني ما يتوقعوا راح يصير، فما تقبل وما تقبل أنه أمثل مع أي ممثلة ومع أي كذا. ففعلا خفت عليها هواي مشاهد ما خليتها أشوفها. إنه ماكو فنانة تحصل فرص بدون تنازلات. لم أتدخل في أي نقطة باختيار الممثلين، كان أكو وجهة نظر إخراجية وإنتاجية جابوا البنات. هل محمد هاشم منتمي لتيار أو حزب سياسي؟ هذه الخطوة ندمان عليها واعتذر من الكل إنه أنا يعني عملت هذا الإعلان. محمد هاشم محتكر لأم بي سي العراق. يعني كان الموضوع فني أكثر مما هو ربحي أو كذا، أن يطلعون مسلسل شغل حلو. حلو طبعاً.